عزائم قوة. نحن في هذا المسير صحيح محمد تعبوا عنا، ولكن يبدو أن الثواب العظيم في هذه الزيارة وفي هذه المسيرة لا يقدر إلى الله. زيارة واحدة ذكرت لكم، زيارة واحدة لها هذا الثواب العظيم، فكيف بمسيرة تسيرونها وتهتفون بالحسين عليه السلام؟ النقطة الأخرى المهمة أخواني الأعزاء، هذا الموقف يبعث رسالة وعي أن تشوفوا المواقف، شفتوا الآخرين، يعني مرات الردات غير مناسبة